خلونا دلوقتي نروح مرة تانية لزميلتنا دينا ونعرف منها أخبار الرياضة. اتفضلي يا دينا. شكرا ليكي يا بسنت. دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار التونسي علي معلول لاعب الأهلي كأفضل ظهير أيسر عن الموسم المنقضي. وأوضحت رابطة الأندية أن اختيار الدولي التونسي علي معلول كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي جاء بتصويت الجمهور. مصطفى شلبي جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفترة الحالية يخضع لبرنامج تأهيلي خاص، وده محدد من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز المشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق. نادي زد أعلن عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024. وتعاقد نادي زد مع موبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب قادما من ريسينج كلوب بعقد لمدة 5 سنوات. مسؤول نادي الاتحاد السكندري أنهى بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع الحبيب حسن ظهير أيسر منتخب النيجر الأولمبي بعقد يمتد ل4 مواسم، ده بعد الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين. منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2004 خسر أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 39-36 في الوقت الإضافي، ده بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 30-30. وبالنتيجة دي المنتخب المصري ناشئي كرة اليد خسر البرونزية وأصبح رابع بطولة العالم لكرة اليد. إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن عن انضمام مصطفى كيجو إلى صفوف الفريق الأول لكرة سلة الرجال لمدة 4 سنوات قادما من نادي شمال القطري في صفقة انتقال حرة. نادي برشلونة تعادل مع فريق ختافي بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني. المباراة دي شهدت 9 انذارات وحالتين طرد داخل الملعب وحالة خارجه، أيضا ده بعد طرد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة. فريق تشيلسي تعادل مع ليفربول بنتيجة 1-1 داخل الفعاليات المباراة اللي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023-2024. فريق توتنهام تعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، ده في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023-2024. الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت شارك مع فريقي في تحقيق فوز عريض أمام لوكوموتيف لايبزيج، ده بنتيجة 7-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الدور الثاني من منافسات بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2023-2024. فريق نانت الفرنسي اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد خسر أمام فريق تولوز بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الملكي بتمزق في الرباط الصليبي، ده بعد إصابته في مباراة أتلتيكو بالباو امبارح واللي انتهت بفوز ريال مدريد 2-0 في الجولة الأولى من الليجا على ملعب سان ماميس. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.